كيف يا سامي؟ تبارك الله، والله لذيذ. عليك بالعافية بعد. تسلم تسلم الله يا ابو احمد، تسلم. هذا يسمونه بطيخ حساوي، اذا حساوي عدل. اي عدل، بطيخ حساوي. بطيخ حساوي يعني زراعة الحاسة يا جماعة الخير. الله بارد بارد على القلب. ها كيف اللحم يا سمسم؟ انا في لحظة اذا جبتك اللحم ذا، والله ما في لحظات على اللي معلي سنوم، بس ما شاء الله تحس ان اللحم صغير. تحس ان الخروف يا جماعة الخير من عظمته لحمته صغيرة، وانا احب الخروف اللي لحمته بيضة. شوفوا يا جماعة الخير ابيض، ايه ما طول على النار، وصل من هنا طبخناه، من هنا استوى، من هنا اخاف اشبهك بشيء، بس اخاف تزعل. بعدين اقول لك شبهتك فيه. عوافي عوافي، اما الساعة جاية يا ابو كيوان. ما بعد الشبعة إلا الحلا الطيب. الحلا إيه شبعنا إحنا بالحلا. الحلا الحلا يا ولد. والله نظرت عليك نظرة واحد حاقد. تعال الحلا، تعال. أنا متعشي نبي حلي. تعال قرب قرب يا أبو دويش اللي فوق كاوكاو. قرب. قل الموضوع ترى. قطوف وحلا متميزين في تقديم الحلا بأجمل وألطف الطرق. طبعا قطوف وحلا عندهم 200 فرع على مستوى المملكة، يعني في كل منطقة راح تحصل لك فرع قريب منك. هذا الطبق الحلا اسمه خواطر. شوفوا الخواطر كيف يا جماعة الخير، خواطر يجبر الخواطر، خواطر تجبر الخواطر، فعلا الخواطر تجبر الخواطر، الخواطر تجبر الخواطر، والخواطر تجبر الخواطر، والخواطر تجبر الخواطر، والخواطر تجبر الخواطر، والخواطر تجبر الخواطر، ونشتري الخاطر بحلا خواطر، نشتري الخاطر. شرينا الخاطر اهم شيء، خلها عندك بعد، خلها. طبعا الخواطر، حلا الخواطر انيق جدا، جميل جدا، عبارة عن 4